تواصل وزارة الصحة إطلاق القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك في محافظات شمال وجنوب سيناء وأسيوط. تهدف المبادرة إلى إجراء الكشف الطبي وتقديم العلاج مجانا للمواطنين. احنا القافلة بتستمر يومين، كانت امبارح والنهاردة. عملنا امبارح 800 كشف، والنهاردة من المتوقع ان احنا نوصل او نعدي 2000. القافلة فيها جميع التخصصات، كشف مجاني، اشعة مجاني، تحاليل مجاني، معمل طفيليات، معمل دم، اشعة، كشف مبكر للضغط والسكر للامراض المزمنة، وقرارات فورية نفقت الدولة. القافلة بتستهدف القرى الفقيرة اكثر فقرا، يعني خدمة متميزة جدا جدا، يعني فخامة الرئيسة يعني وفرها للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وفي ظل غلاء الكشف وكده، فبيبقى في إقبال شديد من الجمهور عليها. الدعاية والإعلان يتم عن طريق الجوامع، عن طريق التثقيف الصحي، عن طريق الملصقات ورقية، عن طريق الجهات الأمنية لمخاطبة الوحدات الصحية، الوحدات المحلية والوحدات المعنية. يتم التنسيق مع المديرية في حالة وجود أي شكوى، يتم التنسيق مع الجهات المعنية بوجود جميع الخدمات المتاحة للقافلة عن طريق الشرطة، عن طريق المطافي. يتم التأمين للقوافل الطبية عن طريق الدفاع المدني الموجود بالقافلة. يتم التنسيق برضو عن جهات الأمنية من مديرية الأمن للخدمة الليلية والصباحية.